عايشي في زمان دهر عليه زمان الفتنة دين ولا دنيا ما عرفنا شنو اللي يفيدنا مأمنين زعما نحلفوا عليها ويا فيدنا بلا ما نكذبوا على روحنا ديننا ولا غريبة سرتو من اللي بانوا شي وحدين زعما منا اللحية والتكبير وهما لدي الملة سلاح والتكفير هدروا بالقلقلة والغنة عندهم شي فتواح للقتل والترهيب كسداد الإنسان ساعة القلب الشيطان باسم الدين كيهدم في الدين وفرحان قالوا له بلاصك في الجنان وعدوا بوتان هو قلبه مريض قالوا إبليس أنا الطبيب ضحكوا عليه بالخلافة زعما وجب بالبيئة قالوا له قتل اللي ما عارفش الدور شحال من ركعة كاع اللي ماشي معانا قالوا له نفسه راه هدايا هو عبد التوسويس عليه اللعن والتتريب الجهل رتشي مسلمين بجهل والدعاة على أبواب جهنم عندها الحل خنزر في اللي خلفك عواد الحجة لا قتل تشريع لي خلف القرآن بالدليل وماشي غريب لا شفتي داعش القاعدة بوكو حرام حزب الله وحماس ومنهم مش حال جهادي بيناتهم حرب الإعلام والمصالح كلها كاتكب فشحال من جيب صفا ويصال زيد فدك وأهل البيت إذا عاد الفتنة ما الحق كلمة والزيت والشيوخ زعما وباغا ديك العداوة تزيد روي بيضا كترو في زمان اللي هدار عليه الحبيب ديني تباعي تشرى ومسلمين ملهيين أمة محمد أبسط الحوايج في دينهم جاهلين مأمنين ببعضياتهم بالعاطفة مقيدين شر الإبد ومرايا الفايل المسلمين بالتقريب الدين ماشي غير هضرة الدين فايل علم حكمة كتاب الله هو البرهان نبداو نديرو القيمة باش ما نخليو العدو أبسط فرصة يقول شي كلمة نجيبو العز يمكن هداك الفجر قريب كلامي كيجيك غريب ملي كتسمع باللي داك الفجر قريب بغيتي الحق واخا صعيب زيد سمع سمع نقلب فيك سمح لي قصح معك حتى اللي قولي مسلمين احنا ياك دخلت عليك غير جاوبني اضعف الايمان واش كتصلي اخر مره القران قريتي بعدا بغيتي ربي يعطي قولي انت شنو قدمتي باربوس في الفيس زعما الا الرسول رديتو الايمان غير لبسه شويه بروتوكول اللي صحبت له الدين غير راه يا راه مبول بغيتي تتبع ديك السنه بدا بالعمل ماشي غير تحفظ وتقول قولي شحال من سوره في القران قولي الفرق بين الرحيم والرحمن حاول تعطي شي مثال بغيتي تعرف قيمتك شوف شحال حافظ من ايه في القران فهمتيني يمكن بلا ما نزيد نطول في البرهان هذا حالنا وحنا موليه نورمال ما كايناش ما راحيت ما كايني مؤمنين قال العربي كيمولاه في بلادنا الشعب هنا مصيره الهيه